عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. شكرا على وفائكم ومتابعتكم المتميزه لقناتي مطبخ امير التونسيه. الله يخليكم الناس الكل. في الفيديو نتاع اليوم باش نعملوا الروز بالفاكهه، روز بنين برشا الحقيقه هذا، والحقيقه مطلوب برشا وبرشا طلبوه مني، واولهم اختي الله يفضلها ويخليها. دونك قلت اليوم باش نعملو بطبيعة الحال هي وصفة للناس الكل بمكونات بسيطة وكمية بطبيعة الحال كما تعودتو ديما في وصفاتي. انا خديت الروز هذا، نوع هذايا معناها خديتو. الحقيقة هاو كموني مكتوب معناها بين 12 و 13 دقيقة فقط، معناها نخليوه معناها نطيبوه في الماء. خذيت هوني شوية فاكهة، انتم تاخذوا كيما تحبوا الفاكهة. انا هوني فما الغزان ساك زبيب، شوية بندق، وشوية خذيت بيستاش. انتم كيف كيف تنجموا تزيدوا اللوز، نواد كاجو، كيما تحبوا. معناها انا خذيت كمية صغيرة متاع فقط كيس قد هكا روز اكاهاو. توا باش نحطوا بطبيعة الحال الماء، وباش نكيلو كيما قلت لكم فقط كيس معناها هكا. الروز نتاعنا كيما تراو هوني هكا قاعد يتسمد. احنا توا اخذينا شويه زبده حطيناهم في الفوال نتاعنا هكا شويه باش نذوبوهم، وباش نقليو معناها شويه الفاكهه نتاعنا بطبيعة الحال. نحاول نقرب لكم الباهي. نقعدو ديما معناها نقلبوهم باش فقط يتحمروا شويه، باش ما يتحرقوناش، فقط يتحمروا شويه يشربوا معناها الزبده اللي حطيناها، في انتظار معناها الروز نتاعنا اللي قاعدين نطيبوا فيه بطبيعه الحال يكمل ونكملوا وصفه الروز بالفاكهه اليوم. خرجنا لي فخوي ساك نتاعنا الفواكه، هاو نوريكم هوني كيفاش ولاو حمارو معانا، معناها هكا ولاو لون ذهبي مزيان برشا. كيف كيف الروز طابو وخرجناه، انا زدتو هوني شويه كركم، هاو نوريكم. انتم تنجموا زادة تزيدوا القرفه، انا لوشت الحقيقه ما لقيتش عندي قرفه، تنجموا انتم تزيدوا القرفه خاطر طعمها بنين، واذا ما تحبوش مش لازم. مش نحط انا توا المقله نتاعي، نحط الروز. بس نحط شوية ملح. وكيف كيف باش نزيد شويه زبده،
نقلبه في هذا الحال. نزيدو الفاكهة نتاعنا، توا ما تبقالي كي نشرح لكم طريقة التقديم. هذا هو الرز بالفاكهة متاعنا لليوم، ان شاء الله تكون وصفة عجبتكم الناس الكل. وما تنساوش سورتو الجدد سابوني في كيتشن امل تونيزيان، تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدي الكل، وفي انتظار وصفات جديدة ان شاء الله وديزاستوس كما تعودتوا. ميرسي بوكو لكم الكل، ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو لي لايك. بسلامة وربي يخليكم الناس الكل، بسلامة.